مهدي، اهلا بكل حضراتكم مره تانية. طبعا احنا اللي حصل كالاتي، احنا كسبنا شوط ولسه قدامنا شوط تاني ان شاء الله، اكيد مهمته هتكون صعبه للغايه، ولكن كالعاده الاهلي ان شاء الله هيكون قدها وقدود. تعالوا بقى ايه نفصص كده اللي حصل في ماتش امبارح ونمخمخ في اللي هيحصل في الماتش اللي جاي، ونتجاذب اطراف الحديث مع الناقد الرياضي اللي بنسعد دايما بوجوده معانا وتشريفه لينا في 10 الصبح في الاهلي، الاستاذ جمال الزهيري. يا صباح الخيرات واهلا بحضرتك استاذنا الكبير. اهلا بحضرتك، صباح الهنا يا رب. ايوه النبي، انا عايز الامور يبقى فيها بس شويه تفاؤل طبعا. يعني انا امبارح حسيت انه بعد الماتش، يعني من تعليقات بعض الناس، ان العمليه ضايعه. لا لا سيبك من التعليقات، انا بس عايز امبارح في كذا لقطه مع نهايه، مع صفاره نهايه المباراه. الكاميرا كانت بتستعرض جانب من الحضور والجماهير. كان في كذا حد، الكاميرا حتى اتفكست عندهم لفتره. الرياكشنات بتاعتهم اللي هو ايه، عارفه انا هوند بتبقى فرحتك منقوصه، يعني ناقصه حاجه، فاهم ازاي؟ فدي برضو كانت، يعني ما ننكرش ان الهدف اللي جه فينا طبعا هي منقوصه صار من فرحتنا. يعني انا شخصيا لغايه النتيجه ما كانت 2-0 قاعد مطمن الى حد ما. ايوه بس ما اقدرش اقول ان انا كنت مطمن ان انا خلاص عديت، لان المباراه الثانيه احنا من البدايه برضو لو تتذكروا اجمعنا على ان لو انا كسبان 2-0 حتى 3-0 هبقى قاعد. التكتيك او طريقه اللعب هناك هتختلف من 3-2 ل 2-1، لكن انا عايز افكر الناس بحاجه، انه الوداد البيضاوي نفسه طلع من الدور قبل النهائي ازاي؟ تعادل سلبي في ملعبه، ثم تعادل ايجابي مع سان داونز في ملعبه. يعني اقصد انه نتائج المباريات في كره القدم وارد فيها كل شيء، وانت الحمد لله كسبان المباراه الاولى 2، كنا نتمنى انها تنتهي كده طبعا. اما وقد حدث والاخطاء وارده في كره القدم، ما اقدرش اقول ان انا اصلا مش بلعب لوحدي طبعا. يعني انت امامك فريق برضو قوي طبعا، قوي وعنيد وهو حامل اللقب ومتمسك بفرصته، حقه طبعا، حقه ده امر طبيعي. لكن ده مش معناه ان انا ابني على كده بان الموضوع انتهى. يعني مجرد الاحساس بان انا اسلم بان النتيجه خلصت على كده، لا ده عفوا، يعني ده نص الهزيمه. يعني ما هو انا مع حضرتك يا استاذ جمال، بس هي الناس كانت تقول لك ايه، انا ما كنتش نفسي ابدا يدخل فيا هدف. كنت افضل كتير، لان انا كنت اقدر ان انا ما ادخلش فيا هدف. ده حقيقي. لكن عندك عوامل، وقلنا الكلام ده في بدايه الحلقه مع حضراتكم. قلنا اوقات بيكون في ماتشات العامل واقع على اللعيبه من تقصير، وبنطلع نقول بالمناسبه، وعامل اخر مع احترامي الشديد بقى اللعيبه ما قصرتش. الاخطاء التحكيميه غير عاديه طبعا. يعني هي السبب في السكور امبارح. انا تاني هرجع اقول، ليست المره الاولى ولن تكون الاخيره ان النادي الاهلي يتعرض لحاجه زي كده طبعا. وما بنعلقش شماعه على اي حد، ولكن دي الرؤيه عليها. لكن دي الرؤيه الحقيقيه. لا وغير كده احنا ممكن هنقولها كحقيقه احنا شفناها بالظبط. يعني انا سامع الانترو برضو قبل ما انزل حضرتك بتتكلمي على اللعبه اللي لعبها بايده عطية الله بالظبط، وقلت لي انه فاكره يحيى مش هنساه، يحيى مش هيتنسي. ايوه زي انرامو زي انرامو بالظبط. اما يبقى واحد عامل الكره بايده عامدا متعمدا صحيح، يعني بمنتهى الوضوح طبعا، فلابد ان الحكم كان ياخد القرار. انا بس عايز اقول ان الحكم، انا كنت متفائل بانه الاتحاد الافريقي بدا يدي فرص لحكام جدد، انما الحقيقه بعد اداء الحكم معتز الشلماني ده امبارح بهذا الشكل، لا لازم يبقى في وقفه، لان الحكم لو نتذكر مع بعض ضربه الجزاء اللي الغيت بالفار، ايوه اعتقد انها كان لها تاثير كبير على اداء الحكم، بصرف النظر عن ان ضربه الجزاء صحيحه نص صحيحه، يعني مش دي القضيه دلوقتي صحيح. انا قضيتي انه حكم الفار فرض على معتز اللي هو حكم المباراة هشام قراط، يعني فرض على معتز ان هو يقلق ويتوتر كأن اللي بيدير المباراة الفار، الفار مش هو، مش الحكم، قراراته مهتزة، خاف هو خاف بعد كده ياخد اي قرار. لا انت لازم تاخد قراراتك زي ما انت شايفها، واذا الفار رجعك ماشي، ممكن تاخد بقراره او لا، تاخد برأيه